ومصر تعاونت في هذا الأمر وطلبت من السلطات الإيطالية الكشف عن حقيقة اختفاء المواطن المصري، ومصر لم تقلب الدنيا كما قامت السلطات الإيطالية على الجانب الآخر. على الأقل هناك ريجيني، في جثة لريجيني، تم دفن ريجيني، ولكن المواطن المصري عادل معوض من أكتوبر حتى الآن لا نعلم عنه أي شيء. إنه أتحدث هنا، وحضرتك لك علاقات مع الجانب الإيطالي وعلاقات مهمة جدا، تتوقع خلال الأيام القادمة هل أزمة شاب أي، وإحنا طبعا متعاطفين مع الشعب الإيطالي بالكامل، إنها توقف علاقات سياسية اقتصادية بين البلدين؟ هو لا، شوف أنا ما أعتقدش ده هيتم. اللي أنا شايفه هناك من كل الاتصالات هناك إنهم حتى ضد الاتجاه ده، لكن طبعا في ناس بتشترك مع المعارضة المصرية أي كان شكلها، أو مع جهات أجنبية خارج المعارضة المصرية برا مصر، بيحاولوا يعملوا قصة كبيرة من ريجيني لأسباب أخرى. طبعا احنا لازم نرد على الكلام ده، ولازم نوضح للرأي العام الإيطالي ان هناك بعض المغرضين الكذابين اللي بيحاولوا يشوهوا الصورة او يضيفوا معلومات غير حقيقية عشان يورطوا مصر في مشكلة مع إيطاليا، وبالتالي يبقى في دايما مشاكل بين الجانبين. هو الراجل بيتكلم بيقولك لغاية النهاردة في قضايا عدى عليها 40 سنة ما تعرفتش هي ايه، ولا يمكن ابدا انك انت في فترة قليلة تقدر تعرف الحقيقة الا لما تيجي معلومات، وممكن او تلاقي حدث حصل وضح لك حقيقة. ممكن تلاقي نفسك واحد اللي عمل القصة دي اتقبض في قضية تانية واخد جديد، ممكن او يجي لك معلومة من برة توضح لك حقيقة. لكن هو لغاية النهاردة في معلومات مفقودة، في حاجات مش عارفين حقيقتها ايه. مش عاوزين نورط حد ونقول ده فلان او الحكومة او هنا او هنا او هنا، لغاية لما نعرف حقيقة الامور ايه اللي هي هتتعرف. بس عايزة يعني بعض الوقت، والراجل بيتكلم بيقول يعني انا بستعجب انه الحكومة الايطالية تطلب من الحكومة المصرية انها تديها تليفونات 3 مليون واحد. اي منطق ده؟ ده احنا كده دخلنا لا ده دخلنا في حتة البرايفسي اللي هي الخصوصية، خصوصيتك ازاي انا اتدخل في خصوصيات 3 مليون واحد هم ابرياء؟ نعم. ده بيمنعه القانون وبيمنعه الدستور المصري. ولو الطلب ده، القصة دي اتطلبت من ايطاليا، ايطاليا هترفض. يعني هما ضد الطلب ده. طبعا. نعم. لكن دي الحقيقة. فاحنا النهاردة القصة كلها هتظهر، لكن عايزة الوقت وعاوزة التعاون من كل الجهات عشان نوصل للمعلومة، وإلا حتى اننا في مشاع الى الابد.